طيب ربيت اولادي وعلمتهم كلهم من وراء هالنول، النول يعني كويس وانا بحب النول. الاسم محمد احمد الحسين من اريحه، مواليد 1953. انا من الان من يوم قلت بشتغل في هالمصلحه، هي عملت 68 سنه صار لي بشتغل فيها 50 سنه، 60 55 سنه صار لي بشتغل فيها. بس المشكله انه الشحن غالي غالي، اذا بدنا نشحن لبرا غالي علينا كثير كثير. وبعدين ما ضل مهل اللي عم يشتغلوا الا القليل، يعني نحن يمكن بريحه كلياتها ما بنطلع 10 عم نشتغل. ايه وكل ما لا امس وياك كنا هذا النول كنا اول نشتغل عليه خشب يعني ثابت بالارض، بس هلا هذا النول متحرك وين ما رحنا بنشيله وبنروح. طيب ربيت اولادي وعلمتهم كلهم من وراء هالنول، النول يعني كويس وانا بحب النول، يعني ما بكرهه كويس لانه قضيت عمري فيه وماشي الحال معي. معك احمد ادحلوم من مدينه اريحه. انا هاي المصلحه بشتغل فيها من تقريبا 12 سنه. تعلمتها عن ابويه وابويا تعلمها عن ابوه، يعني هاي المصلحه انا بشتغل فيها ابا عن جد. يعني عندنا من حب لها لهالمصلحه يعني. يعني هذا هلا نحن بمحل اللي عم بشتغل فيه انا، هذا البيت يعني عمره ولا 400 سنه، يعني بيت قديم، بيت قديم يعني كل هالمصلحه قديمه بقديم، البيت قديم والشغل قديم وكله قديم بقديم، يعني هاي من 100 سنه كان جوز عمتي يشتغل فيها. من 100 سنه كان جوز عمتي يشتغل فيها. هلا بالنسبة للصعوبات اللي عم نواجهها بهاي المصلحة من تأمين الخيط، تأمين الخيط صعب علينا كثير. الخيط بدنا نجيبه من حلب، من حلب لو يعني لنفترض انه حقه 4 دولارات، أجار الكيلو شحنانه دولارين، بدك ترجع تبعته على حلب ومقطوع الطريق. هاي المصلحة يعني شبه ماتي. الشغلات الحلوة اللي بلاقيها أنا بهالمصلحة يعني كلياتنا قريبين هون، يعني رفيقك، عمك، خالك، يعني هاي اللي عم تخليك تتمسك بهالمصلحة.